السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا نهار جديد ان شاء الله يا ربي، نهار ثاني في رمضان. مره اخرى كنقول لكم رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه وكذلك الجاليه المغربيه مقيمه خارج الوطن. كنقول لكم كاملين رمضان مبارك سعيد. اليوم صراحه كاين واحد الخبر جميل جدا اللي ما عنديش الصبر والله العظيم، باغا نخلي زعما حتى العشيه ونهضر معكم وداكشي، ولكن قلت والله العظيم شد الطريق دابا ان شاء الله غدا الخدمه ديالي. قلت غادي نقول لكم هذا الخبر هذا اللي غادي يفرحكم بطبيعه الحال كما فرحني، وغادي نلاقيه ان شاء الله مع الفيديو التتمه ديال الفيديو اللي درت معكم. الفيديو اللي دخلت الشطر السادس وما كملتش لكم يعني الفيديو، قلت لكم يعني في ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. المهم كبدايه كمقدمه كسميتو ان شاء الله نفتتحوا هذا الفيديو هذا بهذا الخبر جميل جدا اللي فرحني بزاف بزاف. الخبر اللي صراحه بزاف ديال الناس غيكونوا كيتسناو هذا الخبر اللي صراحه غيعجب الناس اللي كانوا كيتواصلوا معايا كيقولوا لي الحلم ديالنا زينه هو نكونوا من المستفيدين في مشروع ديال جوهرات البحر. الحلم ديالنا حتى حنا نكون تكون عندنا شقه ديالنا وعجبنا المشروع، وحتى حنا بغينا نكونوا من المستفيدين ونتبعوا معك الاشغال من البدايه حتى النهايه ان شاء الله. ولكن كانت تصبيح كان كيجيهم صراحه طالع شي شويه بحكم الظروف ديال الناس، يعني الله يحسن العوان كل واحد والظروف ديالو. فالشركه الحمد لله دارت واحد البروموسيون صراحه لاول مره كنشوف هذا البروموسيون هذا بالنسبه للشطر السابع. والشطر السابع يلاه بداوه، يعني مش ما نقولوش راه تعزلوا الناس حتى خسروا الناس وداك الشيء، لا راه باقي الديبارتمون باقي له شويه حيت يلاه بداوه بطبيعه الحال. فالبروموسيون ديال 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 هذا الشهر المبارك يعني غادي يكون ان شاء الله غير في رمضان، ما غاديش يبقى دائما رغم اللي غيسالي رمضان ان شاء الله غادي يرجعوا بطبيعه الحال التسبيق العادي اللي كانوا كيتعاملوا به. المهم البروموسيون ديال 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 هذا الشهر هذا هو 50%، يعني نقصوا 50% ديال التسبيق. الناس اللي مثلا كيجيهم التسبيق طالع بزاف غتوليو تقسموا على جوج باش تريزيرفو ولا ديبارتمون ديالكم بطبيعه الحال. كما كتعرفوا الشطر السابع يعني التسبيق كان 10 مليون بالنسبه للسفلي، 15 مليون بالنسبه للبروميير ايطاج والدوزيام ايطاج، و 12 مليون بالنسبه للثوازيام ايطاج. ودابا غادي يولي غير النص ديالو، يعني السفلي غيوليو يطلبوا فقط 5 مليون، وبالنسبه للبروميير ايطاج والدوزيام ايطاج 7.5، وبالنسبه للطابق الثالث غيطلبوا فقط 6 مليون. هادشي اللي غيخدموا به ان شاء الله في هذا الشهر هذا. كنتمنى صراحه ان يعجبكم هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يعجبكم هذا الخبر هذا اللي صراحه والله العظيم فرحانه بزاف بهذا التخفيض هذا، لان صراحه كاين بزاف كما قلت لكم الناس بزاف كان جاهم يعني التسبيق طالع وكانوا باغيين حتى هما يستافدوا، ولكن كما كراجع اللوط سيدة غادة راجعة اللور وغتقيسني وتما انا اللي المهم. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، غادي نخليكم ان شاء الله مع التتمة ديال الفيديو اللي كنت ديجا صورته نهار الحد، يعني باش دخلت للشطر السادس وما كملتش لكم التصوير. ان شاء الله يا ربي غادي تكون هذه المقدمة ديال هذا الفيديو هذا، وفرجة ممتعة ان شاء الله. كنتمنى جوهرات البحر نهار الحد والله الا جاتني في شكل هاد جاني في شكل نصور نهار الحد، وجاني في شكل نصور بلا دوك الاشغال وداك ومحمد حتى هو اللي كيكون معايا صراحه واحد الجو في شكل مع الثقيل وما كاينش الاشغال، ما كاينش داكشي اللي كيف غنقول لها اللي كيحمسك واللي كيشجعك. المهم حنا داكشي هو اللي كيخليك تخدم. المهم حنا غاجيين غير باش نشوفوا ناخذوا فكره على العمارات فين وصلوا الاشغال وداكشي، وها نتوما معنا والعمارات هنايا تبارك الله راه كلشي طالع دابا سي خالد، كلشي مبني كلشي تبارك الله. وهادو دوك الجريدات هما هادو، هادي العماره 76 اول عماره في الشطر السادس هي هادي العماره 76، غير باش ياخذ الناس الفكره على دوك لي تيراس اللي قلت لكم اللي كيكونوا مثلا في البروميير ايطاج. ها هو تيراس كتشوفوه هنايا بحال مثلا هاد لابارتمون هادي عندها تيراس، ها هو كطل كتخرج مثلا كيخرج من واحد البيت لهاد التراس هذا ها هو، وكاين عنده مثلا عنده البالكون ها هو البالكون، وعندها لابارتمون هذه عندها البيوندري ها
ها هي البيونطري شتوها ها هي. دونك هاد لابارتمون دابا عندها لافونتاج ديال البيونطري كتخرجوا ليها من الكوزينه، عندها التيراس كتخرجوا ليها من البيت، وعندها البالكون اللي كيخرجوا ليه من البيت وحده اخرى. صافي هادشي اللي كانوا. بالنسبه ليزيطاج اخرين يعني دوزيام وتروازيام راه كيكون عندهم البيونطري وكيكون عندهم التيراس من هنايا. ها هي هادي مثلا دوزيام ايطاج كيكون بيونطري وكيكون التيراس. صافي هادشي اللي كاين. المهم دابا غير باش تشوفوا يعني تاخذوا فكره على ملي كنهضر، ملي كنقول يعني التيراس، ملي كنقول بيونطري. كاين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو معني البيونطري. البيونطري هي اللي كتكون في الكوزينات، البالكون، واحد البالكون تيكون في الكوزينات. ها هو. المهم هادي العمارات ما كاين شي حد خدام هنايا. المهم هادي 76 ها هي، هادي 77. دابا غادي ندورو على العمارات كلهم باش كل واحد يعرف الموقع ديال العمارة ديالو. هادي 76 باردون هادي 77 ها هي. هاهما تبارك الله خدامين، كاين اللي خدام. كما قلت لكم هادي 77 وهادي 78 وهادي 69. ويلي شتي اللي ما كيجيش بزاف تيتلف وحق الله. سمحوا لي ها نتوما. العمارة الأولى 76، العمارة الثانية 77، العمارة الثالثة 78، ثم العمارة الأخرى في هذا الصف هذا 79. ما عرفتش شكون اللي كنسولني على العمارة 79، هي هادي العمارة 79 عندها لي زابارتومون اللي كيطلو هنايا في هذا الشارع هذا، وعندها لي زابارتومون اللي كيطلو للجهة الأخرى. هنايا غادي غنبداو عاوتاني نحسب. إذا قلنا 76 77 78 79 هادي 80. راه كتكتبو راه كاينين هاهي 80 81 82 ثلاثة د العمارات اللي كاينين في هاد الصف هذا، 80 81 ثم آخر عمارة 82. 82 مقابلة مع 76. ثم هادي كتبان لينا هادي راه هادي راه 97 هادي آخر عمارة في الصف في الشطر السادس، هي هادي عمارة 97. ثم غادي ندورو من هنايا باش نشوفو هكا غير باش تاخدو فكرة. غادي نقولها دائما يعني الواحد يشوف يعرف يعني غير البوزيسيون ديال العمارة ديالو والموقع ديالها. هنايا غادي نلقاو جوج عمارات ها هما هادو 83 84. هاد العمارات هادو 83 84. 83 هي هاديك اللي جات حدا الجامع، ثم هادي 84 هي 84. ثم غادي نلقاو 85 86 ها هما شتو لي تراس هاديك. دابا هنايا غادي تجي قيلا جريدة هنايا هنايا كيما قلت لكم العمارة 85 86 ها هي 85 86 ها هي. ثم كتجي العمارة 87 وهادو راه هما هادي العمارة 94 هادي ماشي إلا مشينا من تما إلا مرجعناش. هادي راه العمارة 94 هادي 95 هادي 96 ثم 97. هنايا كاينه كما قلت لكم العمارة 87 ها هي 87. هاد ثلاثة د العمارات 87 88 ثم آخر عمارة في هاد الصف هذا 89. باش كيبدا الحساب عاوتاني من الجهة الأخرى يعني من هنايا من هاد الصف هذا. هو والله إلا جاو بشكل مكيكونوش الأشغال كت ولكن المهم مزيان تا هكا مزيان. المهم متبقاوش بلاش، هذا هو المهم. قلتلكم هنايا هاد الصف هذا، هاد الصف هذا فيه ربعة ديال العمارات. كيبدا الحساب من العمارة اللي من هيه، العمارة 90 91
92 هذه 93 ثم هذه 94 95 96 ثم 97 97 اخر عماره في الشطر السادس وكيبدا الحساب عاوتاني في الشطر السابع الشطر السابع راه الناس كيسولوا فين فين غيتبنى ها هو الشطر السابع راه تبارك الله راه ديجا تبناو تبناو شي عمارات ولكن صراحه ما حفظش الارقام ديال العمارات ولكن غير تشوفوا يعني الاشغال شي شويه وتعرفوا فين جاي يعني الشطر السابع هو هذا ها هو تبارك الله راه بادين فيه وحنا غادي ان شاء الله حتى لجهه البحر ان شاء الله يا ربي ها هو الشطر السابع جا انفاس مع الشطر السادس صافي الجمع مازال ما بداوش سي خالد مازال ايوا مزيان المهم غير باش يشوفوا الناس يعني الاشغال شي شويه يلا يلا يحيى 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 يلا ندوزو من هنا حتى هنا فين المهم حنايا هنايا في هنا غادي يتبنى ان شاء الله الجامع راه قريب ان شاء الله يبداو الجامع ان شاء الله ها الشطر الخامس كيبان لينا من هنايا وصافي هادشي اللي كاين هنا غيبنيو الجامع ان شاء الله هذاك البوست دو ترونسفور راه لاصق في الجامع خالد وهادو هما المهم هادو هما العمارات اللي كيطلعوا على الجامع هاد الاسباس كامل وسط ديال الدوار راه داخل في قلب الجامع ها هو ايوا صافي المهم هادو هما هادو هما الاشغال راهم صراحه غاديين الاشغال متقدمه بزاف الحمد لله ها هما العمارات هنايا اللي كيطلعوا على الجامع المهم راه تبارك الله هادشي غادي الله يسخر المهم هذه هي الجوله اللي قدرت نديرها معكم قدرت نديرها معكم بوحدي ما كاين معايا حتى شي واحد من غير يحيى والسي خالد رمضان مبارك سعيد ومرحبا بكم شكرا الله يحفظك شكرا السي خالد عواش لكم مبروكه ان شاء الله الله يحفظك يلا تبارك الله عليك شكرا الله يحفظك يلا يحيى عندك هنايا تبقى تجي معايا دايما شنو؟ ها؟ لا نو نو علاش؟ صاد شي متعب ياك شنو؟ هادي سلم على الناس صاد رحلي في راسي زمرني كدرني في راسي يلا كل الناس السلام عليكم والسلام عليكم ما كنعرف شنو كنقول واي قول قول لهم قول لي شنو غنقول لهم قول لهم شي حاجه مبروكه وصيفطوا لي الشباكيه اش قول لهم شوف صيفطوا لنا الشباكيه قول لهم واش لكم مبروكه قال لك صيفطوا لنا مبروكه كنتمنى الفيديو يعجبكم كنتمنى الفيديو يعجبكم ديروا لايك ابوني هاكاك دابا هضر صافي تعجبتي مختار الله عافية تهدى هذا عكرش كيحيى يلا تفضلوا عليكم بلي شنو ناقصة شنو ناقصة ناقصة العقل يلا تبارك الله عليكم المهم هذه هي الجولة اللي قدرت نديرها معكم اليوم يعني قربتكم شي شوية من الأشغال يعني شفتوا شي شوية هكا سميتو صراحة الشطر السادس راه تبارك الله بدا كيبان كامل والشطر الخامس راه كلشي تقريبا سلاو وهذا الشيء اللي كان وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتبارك الله عليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جديده ان شاء الله يا ربي